بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بيسعدني وشرفني دايما ان اقدم استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور محمد صبحي. طبعا ديت الحلقه رقم 27 ان شاء الله. النهارده انا هعمل على البلاي ليست على الفيسبوك القناه بتاعه الدكتور محمد اللي عليها 27 محاضره. دي المحاضره رقم 27. احنا المره اللي فاتت الدكتور محمد اتكلم على الكيدني بايوبسي كباك بول للكلينيكال نيفرولوجي، وكانت تكمله الحلقات الخاصه بهاو تو اسس كيدني ان هيلث اند ديزيز. طبعا كيدني بايوبسي هي الصامت، هي انفيزيف مانوفر، ويمكن المره اللي فاتت احنا استرزد على السيفتي اند سكيورتي اوف رينال بايوبسي، لان رينال بايوبسي بتعتبر عمليه صغيره لازم تبقى مؤمنه تماما. يعني انا مش مع الشورت ستي في الهوسبيتال 4 ساعات وثمان ساعات بس، انا مع اللي احنا بنعمله هنا في مركز الكلى ان البيشنت يظل يوم كامل في المستشفى 8 ساعات ما يتحركش خالص، لان السيفتي اهم. لان لو انا عملت بايوبسي والكيدني بقت انجرد وحصل هيماتوما، ده ممكن تبقى على لونج ران، يعني ما استفدناش حاجه من البايوبسي غير الهارم. فالبايوبسي از مانداتوري امبورتنت وين انديكيتد، لكن شود بي دون ان ا فيري سيف انفايرمنت. النهارده دكتور محمد هيكمل الكلام بتاعه على الكيدني بايوبسي كباك بون ان كلينيكال نيفرولوجي. فانا مش عاوز اخد من وقت حضرتك اكتر من كده، واسيب حضرتك مع بارت 2 من البرزنتيشن. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جدا دكتور حسين تاني للتقديم ومجهوداتك العظيمه في الادوكيشن بالنسبه زمايلنا اطباء سواء الجونيور او السينيورز. النهارده هكمل الموضوع بتاعنا اللي هو كيدني بايوبسي، وانا قصدت اقول باك بون اوف كلينيكال نيفرولوجي. يعني يو ار براكتسينج كيدني بايوبسي ان يور بيشنت مانجمنت، يو ار براكتسينج جود نيفرولوجي، يو ار نوت براكتسينج بايوبسي. اند بايوبسي اي دونت مين تو دو بايوبسي اونلي، but to interpret and understand the pathology report you received, and you test it. And as I'm going to say in the last three slides of this lecture, to contain it within the clinical scenario, and so that you can manage your patient properly. So actually, kidney biopsy is a backbone in nephrology practice. المحاضرة اللي فاتت أنا كنت اتكلمت على الباثولوجي، على البيوبسي كتكنيك، كإنديكيشن، كريسك فاكتورز وكونترا إنديكيشن، وإزاي بنعمل بيوبسي، إزاي نتفادى حدوث الكمبليكيشن زي البليدنج. وبعد كده قلنا الالترنتيفز أوف بيركوتينيوس نيدل بيوبسي، سواء الترانسجوجنر او الاوبن او النفروسكوبيك. وبعد كده بعد ما عملنا البيوبسي وخدنا التيشو، كنت وضحت ليكم بنعمل ايه في التيشو ده، ازاي اقول ان الكيدني دي بايوبسي دي سفيشنت بالعدسه بالميكروسكوب الديسكت الميكروسكوب الصغير. خدت البيوبسي هاندلد للباثولوجي تيم، نبقى عارفين بيعملوا ايه في البيوبسي ده، سواء بيحضروا هيتفحص بنات ميكروسكوبي تبقى من بارافين بلوك، سواء امينو ستين، هنا بعمل يا اما فروزن سيكشن، او ساعات بنعمل اكزامينيشن على بارافين بلوك سبيشال لو استعمل البريكسوديز. بعد كده الالكترون ميكروسكوبي، ازاي هاو تو ديل وذ التيشو، وبسبغ التيشو ازاي، وايه قيمه كل سبغه. وبعد كده ابتديت اقول انت قدامنا كيدني بايوبسي بقى ايفالويت ازاي. انا مش هقول ان انت هتبقى باثولوجيست، انما تبقى عارف الباثولوجي بيفكر ازاي وبيكتب ايه، لان انت ده اللي انت هتقراه وهتبتدي تدمجه مع الكلينيكال عشان تاخد ديسيجن صح. بعد كده قلت ان الباثولوجي اول حاجه بيخش سيستماتيك بعد ما اتاكد ان البايوبسي سفيشنت عن طريق عدد الجلوميرولاي وعدد الارتريون الموجوده في الشريحه. بعد كده بيبتدي سيستماتيك
evaluation فبخش على الجلوميرولاي واتكلمت بي examine if glomeruli سواء السيلولاريتي سواء الميزانجيل ماتريكس الميزانجيل نيوكلياي الكابيلاري وول سيكند اور نوت سيكند بعد كده الفيسرال ابيسيليم بارايتال ابيسيليم وكريسنت فورميشن كل الكلام ده اتكلمناه. طب بعد كده هنبتدي نتكلم على التبيون بعد ما فحصنا الجلوميرولاي ان ديتيل زي ما قلت قبل كده نيكست ببتدي اتكلم على التبيون. طب في الاول نبقى عارفين ان هي البروكسيمال كونفيجيتد تبيون بيبقى شكلها ايه؟ الابسيليم بتاعها بيبقى تيل كولامنر نبقى عارفين النورمال عشان لما نشوف الابنورمال نقدر نميز. بيبقى تيل كولامنر لها براش بوردر ودي تبقى باس بوزيتيف ودي مهمه جدا البراش بوردر دي فيها فيري هاي انزيماتيك اكتيفيتي عشان كده تبقى افكتد او في الاسكيميك انجري وديبلي ايزنوفيليك سايتوبلازم ده نورمال زي ما هنشوف بعد شويه. لما يكون في اكيوت انجري والانجري ده ممكن يكون اسكيميك زي اكيوت نكروزس اسكيميك او توكسيك انجري دي تو اني توكسين such as cancerine inhibitor, gentamicin, gentamicin, and aminoglycosides, بيحصل acute injury. بيحصل في ايه في acute injury زي ما هنشوف بعد شوية swelling of cell cytoplasm تنتفخ و disruption of brush border. They very sensitive to brush border. Now the high oxygen need فأي اسكيما تبقى affected أول. في brush border بتضيع السيتوبلازم بيسويل وبعد كده بتبتدي يظهر فاكيول وهنشوف انواع الفاكيول وضعها ايه. بعد كده بيحصل نيكروز تيومر سنس يبقى نيكروتك ده في الاكيوت فيز بتشوف انت الحاجات دي. انما لو البايبس كانت ليت شويه هتجد ان في تشينج ثانيه ليت تشينج تجد ان فلاتنينج اوف ذا ريميننج سيلز في التيبيول وذ ريجولار ستينينج اوف ذا نيوكلياي and evidence of early regeneration. طبعا نشوف صوره زي كده يعني هنا اهو ده جايب النورمال proximal convoluted tubule. شوف البراش بوردر بتاعتها اللي هي الايه البنفسجي دي اهي موجوده دي البراش بوردر واضحه جدا اهي. طبعا بالاي ام تقدر تشوف ديتيل اكتر انما الخلايا شايف اهو ايزنوفيليك سيتوبلازم وتيل كولومنر والنيوكلاي عند البيزمنت ممبرين بتاع التبيول وده اليومن بتاعها ده النورم. طيب شوف هنا اوكي دي واضح ادا فلاتند شايف هنا البيزب ممبرين لوست السيل لايننج ما فيش فين السيلز اللي احنا شفناها من شويه لوست في شويه ريميننج نيوكلياي موجوده هنا وهنا شوف التيبيول دي هنا في كاست مليانه خلايا هنا كاست الخلايا وقعت هنا في النيومن of the tubular cells فيبقى في flattening في cells في حتت من البيزمن ممبرين ما هيش covered بالابيسيليال سيل ده late شوية acute tubular injury late شوية لأنه في flattening. شوف هنا في cast وflat epithelial lining موجود وفي inflammatory cells موجودة بتاعت الانفلاميشن. طيب ده ischemic acute تبقى نكروز تمام. طيب شوف هنا بقى بيبقى فيه ابوبتوزس. ايه الابوبتوزس؟ ساعات ايه ننتقى نتيجه سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي مثلا ننتقى ان الخلايا بقت ابوبتوتيك ابوبتوتيك سيلز ابسين سيل ابوبتوتيك سيلز يعني ايه؟ بجد ان النيوكلاس بقت بيكنوزس يعني مضموره كده وزرقاء قوي والسيتوبلازم كوندنسد والخلايا ممكن تقع في التيوبولار نيومن يبقى ممكن انتقى ابوبتوتيك سيلز يبقى غير السيلز تبقى اتروفيك وفلات والبيز ممبرين يبقى عريان مش متغطي بخلايا وفي في النيومن في كاستس انتقى ممكن انتقى شويه بيكنوتيك سيلز اللي هي ايه ابوبتوتيك سيلز ها ممكن في عيون هم عندهم هيفي بروتينوريا احنا عارفين ان التيوبيون بتكتابلايز الالبومين ده ودي من احد الميكانيزم اوبتيمال دامج في العين بتوع البروتونوريا فالتقى في باس بوزيتيف دروبلتس التقى الخليه جوه نقط كده محمره كده دي في حالات البروتونوريا
ممكن الهايبر نيبريميا الجامد قوي ممكن انتقى ليبيد دروبنتس يعني هو هيفي نيفروتيك سندروم، وممكن انتقى سايتوبلازميك فاكيومز زي هنشوف ان هو سايتوبلازميك ايه. الفاكيوم دي انواع يعني انتقى السايتوبلازم في فاكيوم ممكن تكون كبيره والريجلر لارج والريجلر، ودي بنشوفها فين؟ في العينين بتوع الاسكيميك اي تي ان والعينين بتوع الهايبوكاليميا عين هايبوكاليميك الكرونيك هايبوكاليميا. انما ممكن تاتي الفاكيول سمول وايزومتريك كتير مرشق هنشوف صوره بعد شويه سمول وايزومتريك فاكيول دي بنشوفها في حاجتين التوكسيك ان كانسينورين نيفروتوكسيسيتي او الاوزموتيك نيفروزس زي في حالات ايه المانيتون توكسيسيتي. يبقى الاوزموتيك نيفروزس والكالسينورين توكسيسيتي اللي هو توكسيك اي تي ان بلتقى ايزومتريك فاكيول. انما لو اسكيميك اي تي ان او هايبوكاليميا بيبقى لارج والريجولار فاكيول. اهو شوف هنا ايه اده تيبلر سيلز اهي شايف دي فاكيول اهي دي فاكيول لارج والريجولار. فينا في فاكيول اهي في البزن في السيل لاين او فاكيول واضحه هنا هتجد ان الفاكيول دي لارج والريجولار اده فاكيول اده فاكيول هنا ايه vacuoles. يبقى large والريجنر vacuole ده تلاقيه في الاسكيميك اي تي ان وفي الهايبوكاليميا. في حين ان شوف هنا دي اهي ماشي ده اي تي ان اهي. شوف هنا بقى الفاكيول دي اهي صغيره اهي ايزومتريك vacuole كتير ايزومتريك وسمول فاكيول ماشيه في التيبنر سيل ده في عيان كالسينورين نيفرو توكسيستي ايزومتريك فاكيول. يبقى لو جاي زي مثلا لو جاي لك عيان بترانسبلانت جاي بهاي كرياتينين وانت واقع في الديفرنشال دياجنوز از ات اسكيميك اي تي ان ولا كالسينورين نيفرو توكسيستي هتساعدك. لقيت ايزومتريك فاكيول يبقى انت بتتعامل مع كالسينورين نيفرو توكسيستي. لقيت كورس ولارج فاكيول يبقى انت بتتعامل مع اسكيميك اي تي ان. طب التيبيول فيها ايه تاني؟ هتنتقى ممكن تنتقى انفلاماتوري سيل انفلتريت هيبقى ممكن يبقى في الانترستيشن وممكن انفلتريت التيبيول نفسها انفلتريت التيبيول انفلتريت زي التيبيول وهنا بتبقى انفلاماتوري سيل يجب ان انا احاول ان انا اعرف نوعها ايه ماشي. طيب الكابيلاري اليومن ماي كونتين اكسترا سيلر ماتيريال كاست زي ما قلنا white cells red cells في الكابيلاري نيومن. البيزن ممبرين ممكن يبقى سكن نتيجه اميون ديبوزيتس وممكن انتقى في بريكس. تمام يبقى انا شفت الخلايا النورمال بتاعت البروكسيمال كونفوليت شكلها ايه شفنا اما بيحصل اكيوت انجري حكايه الفاكولايزيشن وحكايه النيكروزس وعرفنا ان لما بيبقى كرونيك بيبقى السيلز فلات وممكن البيزن ممبرين بتاع التيوبيول يبقى نوت كفر باي بسينر سيلز. وقلنا حكايه التيوبيول ان فاكيول بتبقى ايزومتريك وسمول في حالات التوكسيك زي كالسينورين واوسموتيك نيفروزس او ان هي تكون لارج وريجنر في الاسكيميك اي تي ان وفي الهايبوكالين. هنا ممكن ايه ده اميون بيركسيديز اميون بيركسيديز ده اميونستين زي ما شرحنا. فهنا بيقدر يصبغ عن طريق وجود انتي بودي سبيسيفيك للخلايا اللي هي انفيدنج سيلز. فالشريحه دي مثلا في عندي يوزنج انتي بودي تو سايتوتوكسيك تي لينفوسايت في عيان كيدني ترانسبلانت وبيبقى مبين ان الانفلتريت اللون ده بيبقى بني في الاميون بيركسيديز بني انما الصوره ابيض واسود. فبتجد ان البني ده انفلتريتنج سايتوتوكسيك تي لينفوسايت التيبولار سيلز وممكن موجود برضه في الانترستيشيوم في عيان اكيوت سيل ميديتد جرافت ريجكشن. اد التيبيول تبع الانترستيشيوم هنقول ان نورمالي التيبيول ار سيبريتد باي ان كونسبيكيوس يعني انترستيشيوم مش ملحوظ تدور عليه عشان تشوف بين التيبيول وبعضها ان التيبيول ملزقه في بعضها كده زي ما هتشوف الصوره وفي انترستيشيوم تقدر تلتقاها كده. طب الانترستيشيوم اللي هو فيري ليتل ده بين التيبيول وبعضها التيبيول ملزقه بيبقى عباره عن بيري تيبيولار كابيلاريز في كابيلاريز حوالين التيبيول وشويه انترستيشيوم سيلز ده النورمال. انما انترستيشيوم
لما يبقى abnormal بيبقى expanded، يبقى sick واكسباندد ويبعد الخلايا عن بعضها. الاكسبانشن ده نتيجه ممكن يكون كولاجين او other protein او crystals uric acid and so on، او نتيجه ايديما في حالات الاكيوت انترستيشال نيفرايتس. طيب مهم ان احنا نعرف الانفلاماتوري سيلز ان هي انفلتريتنج انترستيشال. الانفلاماتوري سيلز may display a specific distribution، ممكن ان تلاقيها بيري فاسكولار، ممكن بيري جلوميرولار، ممكن تبقى مارجينيتد ان ذا بيري تيبولار كابيلاريز، او ممكن تبقى منطوره اي كلام، ممكن تكون واخده شكل معين من الاشكال دي او منطوره. او ساعات المونوسايت ممكن تتجمع وتعمل ابيثيليويد سيلز وتديني الجرانيوم. ادى هنا منظر اهو النورمال كيدني تيشو ويز التيبيول، شايف التيبيول باك تو باك ملزقه في بعضها. دور بقى على الانترستيشن، فيري فيري ليتل انكونسبيكوس، ممكن تكتشف شويه كابيلاري بينهم كده، ده نورمال. انما لو في انفلاميشن انترستيشن نيفرايتس هتجد ان المسافات دي اتفتحت. طيب نخش على الفيسلز اللي هي ريليتد تو جلوميرولس. The most common arterial change is intimal thickening associated with irregular reduplication of the internal elastic lamina. A finding that is seen best being silver stain. We lumen may contain fibrin thrombi, embolized material or inflammatory cells. ده ما يكون عندي ايه مشاكل في blood vessel. أدى صورة عندك لو في عيان acute sin mediated rejection، شوف أدى arteriol، أدى نيومن في شوية inflammatory cells، شايف الانتما السكند، الانتما السكند وستادد باي مليانة inflammatory cells، ده عندي arthritis في عيان acute rejection. The wall of the arteries also may be sickened as a result of edema, fibrin deposition or exogenous material or inflammatory infiltrate. نفس التشينج ارتري دي ممكن تكون موجوده بس على استحياء في ان فينز رينال فينز. طب انا عندي دلوقتي شفت الجلوميرولاي وشفت البيوت وشفت الانترستيشن وشفت البلاد فيسل. طب العيان اللي عندي ده ايه اللي فيه؟ يعني يا ترى ده جلوميرولر وانا تشيب الانترستيشن. ايه الكلو اللي تقول لي البرايمري ايفنت؟ يعني هل التشينج الموجوده دي اساسا جلوميرولر نيفرايتس وبالتبعيه في تيبل انترستيشن تشينج، ولا العكس القصه كانت تيبل انترستيشن نيفرايتس والتشينج اللي في الجلوميرولر دي سكندري لتيبلر دامج؟ لان احنا عارفين ان النفرون وحده واحده بيبتدي بالجلوميرولس بروكسمال convoluted nobe of Hain distal. لو حاجه باظت الباقي بيبوظ، يعني لو تبين damaged طبيعي بالتبعيه الجلوميرولس تبقى damaged لانهم مرتبطين ببعض والعكس برضه. فالعيان بتاع الجلوميرول نفرايتس the glomeruli usually show the most striking change whereas less severe alteration in the interstitium. يعني بنتقى جلوميرن دامج كتير واذا بصيت في الانترستيشن بنتقى حاجات بسيطه، يبقى ده جلوميرن ديزيز. العكس ممكن تنتقى فايبن جلوميرولاي انما انترستيشن متبهدل خالص، تيوبولار اتروفي انترستيشن فايبروز، انما الجلوميرولاي لسه فيها الرمق، يبقى ده مينلي تيوبولار انترستيشن. يعني دي بتبقى كلو انا بتعامل مع عيان تيوبولار انترستيشن ولا جلوميرن فرايتس، اشوف الليجن اكتر فين. لو انت عامل بايوبس بقى فيري ليت بيبقى كلته فايبروتيك، انت جلوميرولاي سكليروتيك والتيبيول في انترستيشن فايبروز وتيبيول اتروفي بادفانس، بحيث ما تعرفش مين اللي بدا الاول، ده اند ستيج كيدني. الا اذا في وسط الاند ستيج كيدني السكليروتيك جلوميرولاي والانترستيشن فايبروز وتيبيول اتروفي لقيت وان فايبن جلوميرولاس مثلا فيها ممبرنس تشينج، اقدر من وان جلوميرولاس اقدر اقول دي ممبرنس. يبقى ده معنى الكلو فور برايمري ايفنت، حكايه ابتدت جلوميرولر وانا اتشيفنج
interstitial. طيب احنا خلصنا دلوقتي اللايت ميكروسكوبي وبقيم البيوبسي جلوميراي ازاي التيبيول والانترستيشن بالادفيسن ازاي. طب ايه حكايه الالكترون مايكروسكوب؟ ان كيدن بيوبسي الانتربريتيشن يعني عشان انتربريتيشن كويس كيدن بيوبسي الالكترون مايكروسكوبي موست يوسفول في ان اكزامينينج الجلوميراي. اقدر بقى اقول تفاصيل كثيره في الجلوميراي مش قادر اشوفها في بلايت مايكروسكوبي. يعني فور اكزامبل مثلا عند بتاع الالبورت بيبقى في عندك تشين فيلز بيزن ميمبرين ما تقدرش تشوفها باللايت ولا امينوفلوريسنس. يعني عند بتاع الدنس ديبوزيت مثلا ما تقدرش تشوفها باللايت ولا امينوفلوريسنس. ففي ديتيلز اكتر في الجلوميراي نقدر نشوفها بالالكترون. تمام. تاني حاجه الاميون ديبوزيتس الاميون كومبلكس اللي فيها سمول او ممكن ما تبانش باللايت ولا امينوفلوريسنس اقدر اشوفها بالاي ام. يبقى غير كده ايه تاني؟ ده ممكن اقدر اعمل localization بالالكترون of immune deposits احسن من الميثود الثاني. يبقى بتشوف deposits احسن especially لو كان صغير تفاصيل اكتر من الجلوميرولاي تقدر تحدد where ايه هو السايت بتاع deposition. طيب ارتفاكس كتير كتير ماشي. طيب طيب اذن الكترون مايكروسكوبي هو احسن حاجه تقول لك الديبوزيت دي فين. از ات في الميزانجيوم سب اندوسينيال سب ابيسينيال انترا ميمبرانس دي تقدر تقول. طب غير كده في ديبوزيتس ممكن تكون موجود في ديبوزيتس في الكيدني ما اقدرش احددها باللايت والامينوفوريسس الاي دي زي العين بتوع الاميلويد صح بجيبها من كونجريت انما الفايبر نفسها ما اقدرش اشوفها باللايت. الكرايجيومينيميا الامينوتاكتايد الفايبريلري كل ده يجي فقط بالاي ام باللايت هيقول ان في ديبوزيت. ايه هي الاي ام يقدر يقول لك تفسيرها زي ما نشوفها بعد شويه. في تكنيكال كده شرحها ما تقلبش. زي هنا الشريحه دي انا بالالكترون مايكروسكوبي مبينه ده في حالات الاميلويد. انا صح باللايت مايكروسكوبي اقدر بكونجريد التقى الابن جرين باي ريفرنجنس اقدر اقول ان دي اميلويد. انما بالالكترون مايكروسكوبي هنشوف اهو الفايبرين. انت بص كده الفايبرين عندك اهي دي فايبرين اقول ايه ان هي اميلويد ازاي؟ ان دي تبقى ثين وراندوملي اورينتد منطوره كده مش واخده شكل باندنز مثلا راندوملي. تمام اورينتد نون برانشنج. شوف اي امسك اي فايبرين كده مش هتلاقيه برانشنج ماشي خط مستقيم. ده الاميلويد. وهنا الديامتر ده مهم وبالالكترون مايكروسكوبي تقدر تقول الديامتر بتاع الفايبرين دي ايه. يعني هنا من 8 ل 12 نانومتر يبقى ده اميلويد. يبقى اقدر اقول دي اميلويد ديبوزيتس. طيب يمكن اميلويد تقول ما انا بقدر اجيبها باللايت مايكروسكوب كونجريد. طيب هنا الكرايو جلوبولينيميا اهو شايف لها شكل ثاني غير الاميلويد ماتيريال اهو ده سب اندوثيليال ديبوزيتس كرايو. تمام وده هاير ماجنيفيكيشن سب اندوثيليال. تمام دي كرايو جلوبولينيميا. تمام طيب شوف دي ده حالة فايبريلاري جلومينوفرايتس تلاقي الفايبر دي سكة عن التانية بتاعت الموارد واضح جدا. بيبقى راندوملي اورينتد منطورة مش واخدة نظام وهتلتقى شوية فايبر وفي جرانيول. شوف هنا جرانيولر هنا هنا جرانيولر وهنا فايبر. الكترون دنس ديبوزيت السكنس بتاعتها هنا ايه شوف بيقيس سكنس 16 ل 24. إذا السكنس وشكل الفايبرين أخبارها إيه؟ يقدر تقول دي فايبرينري. شفنا فايبرينري و
الاميلويد وكرايو. ده منظره تيبيكال، اعتقد ايه ده الاميونوتاكتويد، بيبقى مايكرو تيبيون باين، هي تيبيون هي وها تجويفها كابيتال، ده تيبيون مايكرو تيبيون ديبوزيتس ماشي. وايه كمان؟ وهنا بتبقى متستفه باندلز، واخده شكل باندلز، ما هياش راندوملي تمام، ما هياش راندوم ومايكروتوبيول، يبقى ده الاميونو تاكتويد، اقدر ده الاميونو تاكتويد جلوميرولز. هنا الجدول ده مجمع الحاجات مع بعضها، لو تحب تشوفه بالراحه يعني ادى الفايبر اللي ممكن نشوفها، ادى الاميلويد، ادى الفايبرينري، ادى الاميونو تاكتويد، ادى الكرايبيونيميا. صاحب لغايه مايكروسكوبي اقدر اجيب الكونجريد، اقدر اجيب الاميلويد، انما مين اللي بقى هتجد ان الالكترون مايكروسكوبي شايف الديامتر هنا ده من 8 ل 10 نانومتر، هنا من 16 ل 24، هنا من 30 ل 50 في الاميونو تاكتويد، الفايبريلاري بيبقى اكتر حاجه كديامتر. طيب البيزمنت ممبرين اوف ذا جلوميرولار كابيلاري، يعني غير بقى الاميون ديبوزيتس، موجوده ولا مش موجوده، مترسبه فين؟ ميزانجيم، سب اندوسيال، سب ابيثيليال، انترا ممبرنوس. لا الديبوزيتس الثانيه زي الابايلويد والفايبريلاري والكرايو ميتاتايد. لا انا اقدر احكم كمان على البيزن ممبرين، ده كويس مهم جدا بالاي ام، تقدر تشخص البيزن ممبرين تشينج، و ممكن تبقى يونيفورملي سكند، يونيفورملي سكند زي في الدايابيتس من دايابيتيك نيفروباسي، او ان انت سين ريجولر زي في عندك البورت ممبرين، او سين في السين بيزن ممبرين. يعني اقدر احكم على البيزمنت ممبرين واشخص منه حاجات، زي العيان ده، ده عيان اوان كان جاي لنا بهيماتوريا، وما خدنا هيستوري كويس كان في فاميلي هيستوري، وكان عنده نيرف ديفنس، ودي اتشخصت بالايديومتري. وطبعا اللي خلانا نعمل الكلام ده كلاته ان انا بايوبسي شوف البيزد ممبرين، هتلقى باسكت ويف، شفت انت ايه مشقق كده، اولا هتلتقى سك في حتت، يعني سك بيزد ممبرين اهو، انما تلاقي سن في حتت تانية، يعني بتاع البيزم برين هنا سن، وتقدر تجيب الام، تقدر تجيب الويتس بتاعه، وفي نورمال ويتس، ده بتاع سن، وحته الثانيه تلاقيها سك، وتلاقيها ايه مشققه كده باسكت ويب ابيرنت، التشقيق ده عيان كلاسيك البرت سندروم. لو لقيت ان مفيش التشقيقات دي ماشي، انما لقيت البيزم برين سن وعن جاب هيماتوريا، ده سين بيزن ممبرين ديزي، يبقى ده البورت سندروم. ده بوريك اهميه الاي ام. احنا دلوقتي انا عندي قناعه ان الاي ام يجب ان يكون متواجد اكتر في الروتين براتس، ديز نوت ا ريسيرش تول، لان شفت عيانين كتير كانوا نوت ريسبوندنج تو تريتمنت، وكانوا متشخصين من ما تشينج بلايت مايكروسكوبي، انما ما عملنا اي ام لقينا مفاجات كتيره قوي، منها هذه المفاجاه. ده عين كنا بنعالجه بلايت مايكروسكوبي، كان جاي كلاسيك نيفروتيك سندروم، وكان بياخد كورتيكوسترويد من 2016، وكان ادى ريسبونس في الاول اكشن، انما كان في فريكونت ريميشنز، انما ليتر اون ابتدى يبقى ريزيستنت ماشي، وابتدى يظهر فيه بروتينوريا هيماتوريا. ده زي ما قلت لك ان البارافين بلوك العادي بتاعك ده، يعني في مش شرط ان عينه من الاول او دي فور اي ام عشان ام اي ام اكزامينشن، وان ما ينفعش، لا ممكن البارافين بلوك العادي بتاعك ممكن تاخد منه سيكشنز وتصبغه ويديك فايندينج. ده الشريحه دي من بارافين بلوك عادي، وبلوك كان متعامل من 2016 استدعيناه في 2020 واتفحص بالاي ام، ادانا ان ايه الباسكت ويب ابيرنس هو بتاع البيزم ممبرين، ده كان عن البر. ممكن البر سندروم يجي اون توب، يجي مينيمال تشينج على فكره، وده يفسر ان عندك انجاب نيفروتيك سندروم. اوكي غير الاي ام مهم ان يديني الديتيلز بتاع الجلوميراي اكتر من ذات الميكروسكوبي، ان يديني الديبوزيتس والاميون ديبوزيتس والاميون كومبلكسز احسن،
وبيزن ديمبرين لا جدال عيان جاي بهيماتوريا لازم بالذات لو في فاميلي هيستوري او هيرنج ديفكتس لازم اي ام اشوف الباسك فيب ابييرنس واللاميليشن في البيزن ديمبرين. حاجه ثانيه ممكن الميتابوليك ابنورماليتيز مي بي ايدنتيفايد by presence of characteristic accumulation of lipid زي في العام بتاع جوشر ديزيز والعام بتاع الفابري ديزيز. فده عيان كان جاي اهو هنا لقينا في فات دروبنتس موجوده هي يعني وعشان نتاكد ان ده فات صبغناها بصبغه اسمها اويل ريد او ستين ادا ريد اويل ريدو اللي هي الحمراء دي بتصبغ الفات تمام. طب الاي ام غير الوقت مقدرش اوصل او ان في فات دروبنس موجوده في حاجات كتير ممكن تديني كده. شوف هنا ده البيزن ديمبرين بتاعنا بتاع العين اهو ودي البودوسايت كل دي البودوسايت بتاعت العين اللي فات ده. السيتوبلازم فيه فاكيول موجوده فاكيول دي ليبيد فاكيول اما كبرناها قوي هتلتقى في نوعين من الفاكيول دي. في النوع ده اللي اسمه بنسميه تلتقى في الفيسرا الابيسيليم زيبرا بوديز زيبرا عارف الحمار الوحشي بيبقى له لون معين فده زيبرا بودي تمام. او ممكن حاجه زي الماينين فايبر ملولبه كده دي بتبقى موجوده في ايه دي جلايكو سفينجو ليبيد في عام بتاع فابري ديزيز. اذا ده عيان فابري ديزيز شخص بالفاكيول الموجوده في سرد كان فيه في نات ميكروسكوبي دروبلتس فات وبالالكترون هنا في فيسرا الابسيا البودوسايت الفاكيول دي اما خدنا ديتيل اكبر لقينا زبرا بوديز ولقينا المايلين فيجر الموجوده دي كاركترستيك بتاع سفنجو ليبيد في عيان عنده فابري ديزيز. طيب مزايا كتيرة الـ AM واعتقد لازم يبقى موجود في الـ practice بتاعتنا clinical practice بحد اكبر من كده. هل هو disadvantage؟ yes AM لها disadvantage اهمها ان السايز limitation of the size انت عادة بتاخد 1 glomerulus عشان تفحصها فالـ change دي ما تقدرش منها تحكي كل الـ event بتاع الكدني في تيبولار اتروفي انترستيشن فايبروزس في اذر جلوميرولاي ارسكليروتيك ما جاتش في الاي ام. فلازم انا بفهم اي ام وعندي خلفيه بلايت مايكروسكوبي يعني اكني انا لايت مايكروسكوب بيديني الشكل العام والاي ام ان ديبس ايفالويشن اشوف الحاجات اللي مش شايفها بلايت مايكروسكوبي. ده اول عيب. تاني حاجه التيشو بروسيسنج فور electron microscopy usually takes longer time بتبعت للاسف ايه بتاخد وقت عشان تبان النتيجه اسبوع اسبوعين واحيانا اطول من كده. انما actually لو خشت في active في الروتين براتس لا ممكن فيه بروتوكولز ممكن تبقى more rapid اخد نتيجه بسرعه ما يكون heavy cases يعني حاجات كتير بحيث بتشغل الماشينري بس اكيد هي costly الكتر ميكروسكوبي كوستي. ده التلاتة ديس ادفانتج. انما هل ده كافي ان اقول ما مش عاوز اي ام؟ انا شايف ان ماي براكتس في زنقات كتيره جدا جدا بقابلها بيبقى الحل بتاعها الاي ام. عشان كده بنيجي نقول ايه حط اوزن امورك كوستي فيرسس انك انت عندك عيان ممكن تديه فيري اكسبنسيف تريتمنت تديه مثلا ريتكسيماب على انه فوكال سيجمنتال. وقلت لكم المره اللي فاتت شفنا عيان كان فوكال سيجمنتال وشخصين فوكال سيجمنتال واداناه علاج وراح المانيا وهناك شافوا البروتوكول والبايوبسي قال اوكي از جود. انما اما فحصوا عينه بالاي ام فوق ان هي فابري ده انت مش في سكه ثانيه. انا عندي اديته ريتكسيماب ليه؟ ما شوف الكوست اوف تريتمنت ممكن تبني عن كوست تريتمنت اكتر بكتير قوي من الكوست بتاع الاي ام. زائد مش كده وبس ده انت اديت سايد افكتس. فحتة ان هو كوستي ما يجيبش انك تقف عقبة ان في بعض مش بقول كل العيانين نسبة ما هيش قليلة ان العيانين لازم اعمل له اي ام.
طيب خلصنا لايف ميكروسكوبي، خلصنا الالكترون ميكروسكوبي، الاميونوستيننج. ولو فاكرين قلنا اما باخد اميونوستيننج باخد عينه يا اما مشاه فروزن، وقلنا فروزن وكراستات تقطع سكشن وتصبغ فور اميون ديبوزيتس اي جي جي اي جي اي اي جي ام سي 3 سي 4 اند سو اون، او بتشوف تصبغ فور سبيشال سيلز مثلا بفروزن سكشن، او على بارفين بلوك اميونوبيركسيداز. فهو بيقول اميونوفلورسنس اند اميونو انزيم هي اميونوبيركسيداز ستيننج، ده اوفرلابنج مع بعض ان بنستخدمهم. الستاندرد اميونوفلورسن مايكروسكوبي يوجوالي بيبقى اون فروزن سكشن وبفحصه بفلورسن مايكروسكوبي، يعني عاوز ايه ميكروسكوب خاص وعاوز فروزن سكشن استعدادات وكرايوستات عشان تقطع فيه. هي ميزتها ان يا رابد انما ليس سنسيتيف، it is ideally suited for detection of immune complex deposit. بنشوف عشان نشوف في ايه deposits ولا ما فيش deposits. immune peroxidase ميزتها ايه؟ ميزتها ان هي more sensitive عن immunofluorescence، ان ممكن تعملها على paraffin block، وبعدين الشريحة معاك بيرننت. التانية الاميونوفلورسنس قريت النتيجة بترمي الشريحة، لا الاميونوبروكسيداز ده على بارافين بلوك ممكن تحتفظ بيها سنة سنتين. وفي نفس الوقت انت عدت بارافين بلوك شفت اللايت وشفت وراها الاميونوبروكسيداز، بتقدر تطبق الاثنين مع بعض تبقى عارف ايه، بتديك معلومة اكتر. غير الاميونوفلورسنس على فروزن سكشن في ضلمة وفي ايه جرين فلوريسنس، انما ده اللايت والبيركسيديز اقدر يبقى ايه في سباتيال ريليشن شيب بين الاثنين. الاثنين كويسين. طيب فور ميجر اميونوجلوبين ستيننج باترن ممكن ننتقاه، يعني لقيت اميون ديبوزيتس اي جي جي اي جي اي جي ام سي 3 سي 4 اميون ديبوزيتس. الديبوزيتس دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون لينير ديبوزيتس دفاعين بتوع جلباشر سندروم زي ما قلنا بعد شوية لينير ديبوزيتس، او انها تكون جرانولر. وهتشوف دلوقتي جرانولر، الجرانولر دي ممكن تكون سب ابيثيليال زي في عن بتاع ميمبرنس الباسيك ميمبرنس، او سب اندوثيليال زي عن بتاع تايب ام بي جي ان ماشي، او اللوبوس سب اندوثيليال، او ممكن تكون ميزانجيال، او ممكن تكون اثنين، ممكن تكون ميزانجيال وسب اندوثيليال في عن اللوبوس مثلا تمام، او انها تكون انترا ميمبرنس. واذا الميمبرنس دي صعبه، دي حاجات عاوزه الكترون عشان احددها، ممكن التقاها في الدنس ديبوزيت ديزيز. طيب هتيجي هنا الصوره دي اهي، انا اميون في اي جي جي اميون ديبوزيت، انا عاوزك تبص هتجد شايف ده البيزمنت ميمبرين اهو، ده كابينر وده بيزمنت ميمبرين، يبقى ده اولا لينير، اكن جبت قلم في الماستر ورحت راسم اهي ده لينير ديبوزيت، شايف اهي باين اهي ده لينير ديبوزيت وكلها بيزمنت ممبرين. الميزانج ما فيش فيه اهو، ادم ميزانج ادم ميزانج ادم ميزانج اهو، يبقى دي ايه ادم ميزانج، يبقى ده لينير ديبوزيت في البيزمنت ممبرين. ده عيان جود باشر سيندروم كان جاي بريزنتنج بايه؟ بكريسنتك جلوميرولو نيفرايتس. ادي كريسنت بلات ميكروسكوب اهو، ده التافت كومبريست اهو، وهنا الكريسنت موجود الحته الضلمه دي، ان الاميونوفلورسس بيوريني فقط الاي ديبوزيتس، فده الكيس اوف لينير ديبوزيت في عيان جود باشر سيندروم انتي جي بي ام. طب من ايه دي بقى؟ دي ايه؟ دي انت عارف ساعات لما بنت عيان بتشك ان انتي جي بي ام او جود باشر، غير البايوبسي بتشوف المنظر اللي احنا شفناه، ممكن تاخد عينه سيرم بتدور على سيركليتنج انتي جي بي ام، سيركليتنج ده ممكن تشوفها بالإلايزا تمام، وممكن تاخد السيرم بتاع العيان وتحطه على نورمال كيدني، دي نورمال كيدني مش من العيان، وحطينا عليها السيرم بتاع العيان وعملنا اميونوفلوريسنس ستيننج، لقينا لينير ديبوزيت اهو. اذا السيركليشن بتاع العيان فيه انتي بودي سبيسيفيك للايه الجلوميرولر بيزد ميمبرين، يبقى لينير ديبوزيت، يبقى عنده انتي جي بي ام. لان لو خدت لانج بايوبسي هتنتقى الالفيلاي، وبرده الوون بتاع الالفيلاي لينير ديبوزيت في الالفيلاي، لان عند جاي ان في انتي جي بي ام ده
بيشتغل على الجمر كابيلاري والانفلر عشان كده بيجي بايه نيفرايتس وهيموتس. يبقى ده نورمال كيدني حطينا عليها سيرم من عيان عنده انتي جي بي ام ديزيز. طب شوف هنا انت تشوفها تقوم برضو كابيلاري وول يعني اهو ده كابيلاري وول او باين انما ده جرانولر. شايف جرانولر ازاي محبب اهو محبب واضح جدا. يبقى شايف التحبيب واضح هنا. في فرق كبير بين الجرانولر ده واللينير ده واضحه. اللينير ده واضحه يبقى ده في لينير وجرانولر وكان هما موجود في ايه في البيز ميمبرين الاولاني انتي جي بي ام انما ده ميمبرينس نيفروباسي تمام. طب هنا الديبوزيت ايه؟ الديبوزيت هنا في ميزانجا ما هي باينه اهي شايف ميزانجا اهي انما شوف الكابيلاري وول ما فيش ديبوزيت في الكابيلاري وول انما ده ميزانجا ديبوزيتس. طب ده كان اي جي اي فعيان جاي بهيماتوريا يبقى ده اي جي اي نيفروباسي يبقى ديفيوز ميزانجل ديبوزيت عين هتلاقي جايب ميزانجل بروفيتد جومن فرايتس وجايب هيماتوريا والديبوزيت هنا مين ايه اي جي. عشان كده زي ما قلت عن جايب هيماتوريا لازم يكون قبل ما اخد بايبس عارف ان انا اقدر اعمل امينوفيرسنس عشان لو كان اي جي اي التقى اي جي اي ولازم اي ام لان لو ما كانش اي جي اي هيبقى حاجه من حاجات زي البور سيندروم. وانا وريتكم المقالة كنا نشرينها في الأطفال اللي هم جايين دكتور فاطمة كانت نشرها في فبراير 2020 وانتقت بالـ AM والإمينوفورسنس بقينا الـ سين بيزن برين والـ ألبورت والـ IGA ده الـ common. إذن كان هم محتاج لايت و إمينوفورسنس قصدي AM وإمينوفورسنس. طب هل بنشوف فقط الإمين ديبوزيتس؟ لا ممكن أشخص فيرن بلتقى بلات ميكروسكوبي التقى انا عندي عيان انا شخصته فيرال نيفروباسي وايه بلات ميكروسكوبي انكلوجن بوديز. الانكلوجن بوديز دي انه طيب فممكن استخدم انتي سيرا اجينست مثلا البي كي اجينست سي ام في اجينست البشتاين بار فيروس فاقدر اشخص نوع الايه النيفروباسي تيبل انترسيشن نيفرايتس ان عيان بيعاني منها دي. ممكن اشخص البي كي بنيوما فيروس ممكن اشخص سي ام بي ممكن اشخص البشتاين بار تمام. طيب يبقى الامين ديبوزيتس الفيرال انفكشن بالسبيسيفيك انتي سيرا ايه تاني ده ممكن اشوف الجين اكسبريشن ودي انت عارفين البامف كلاسيفيكيشن الجديد بيعتمد على عند سبيشال بروب اشوف الجين اكسبريشن واقدر ده بيساعدني في التشخيص الجرافت ريجكشن والجريدز والتايبس بتاعتها بناء على البامف كلاسيفيكيشن الجديد. يبقى الاميونوفلورسنس هتشوف الديبوزيتس نوعها ايه والسايت بتاعها ايه مين كومبلكس يعني. ممكن اشخص الفيروس بسبيسيفيك انتي سيرا زي البي كي والسي ام بي ممكن اشخص اذا كان في جين اكسبريشن وده بيساعدني في الجرافت ريجكشن. انا بقرب بقى ايه باحصد بجمع حصاد كلينيكو باثولوجيك انتجريشن بجيب بقى انا كاكليشن خدت هيستوري وفحصت العيان وعملت لاب وبقى عندي رؤيه كلينيكيه وانتظرت جاني بقى الكلينيكال ريبورت بتاع البايوبسي ابتديت اقراه. انا بيجي لي باثولوجي ريبورت انا صاحب عشان الفضول بجري بشوف التشخيص انما شوف التشخيص ابتدي اقراه كلمه كلمه واحس بيه تحس بيه وده بيخش مع بعض تعمل انتجريشن سورت اوف انتجريشن وانس لايت والاميونوفلورسنس الكترو مايكروسكوبي فايندينج ار كومبليتد زي شود بي انتجريتد تو درايف هيستولوجيك دايجنوز ذات از انديكيتيف of the disease process. بيقول لي الديزيز اللي هو كيدني شكل ايه عرفته بالظبط ومعايا كلينيكال. الهيستولوجيك دايجنوزيس then is related to the clinical finding. معايا كلينيكال فايندينج العيان ده كان جايب بيهيفي بروتونوريا والات ده ميمبرين ماشي مع بعضه العيان ده في بروتونوريا وهايبرتنشن يبقى زي ما توقعت عند فوكال سيجمنتال ده كريتين عالي يبقى ده ام بي جي ان خش الكلام ده بعضه واعمل حاجه ايه كلينيكو
pathologic diagnosis. That can be used to plan a course of therapy. هقدر بقى خطط عندها عامل ايه ويديني فكره على البروجنوزس انا توقعات ايه عشان بشتغل. فهاجي هنا هقول ديزيز ايه الديزيز اكتيفيتي ماركر قد ايه الديزيز اكتيف ده معناها ايه ده انديكيشن ان انا ابقى اكتيف تريتمنت اكتيف فيري اكتيف اجريسيف تريتمنت حسب هاو فار دي اجريسيف. طب ايه التريتمنت بتاعك اللي هو بقى اكتيف تريتمنت ده انا هيوازي الاكتيفيتي اوف ذا يور كيدني ديزيز. ممكن مثلا ابدا بالسترويد، ممكن ابدا ب 20 ملي جرام 40 ملي جرام 60 ملي جرام، ممكن ادى بالس ستيرويد 500 ملي جرام 3 ايام وبعد كده انزل على 60. في درجات متفاوته من الاجريشن من عنف التريتمنت. ممكن ادي ام ام اف، ممكن ما اديش حسب الديزيز. ممكن ادي كالسينورين يعني عن مثلا بروليفتيفنيجن اجريسيف، ممكن ادي ام ام اف، او ممكن ادي سايكلوفوسفامايد عين هيفيلي بروتونيوريك ونورمان كرياتينين ومش هايبرتنسيف، ممكن اخش بقى بالكالسينورين. عين في مثلا فيلير اوف ستيرويد او عين ميمبرنس ديباسك عاوز من الاول، ممكن اديه ريتوكسيماب. ممكن ممكن ادي اي في اي جي عين فيري سيفير لوبوس مثلا فور اكزامبل. اذا عندي اكتيف تريتمنت يمشي مع اكتيف كلينيكو باثولوجيك دايجنوز. طب ايه هي الكلينيكال بارامتر اللي تقول لي الديزيز ذا اكتيف؟ رايزنج كرياتينين، عندنا الكرياتين بتاعك كان 1 بقى 1.5 بقى 2.5 بقى 3 ده فيري اجريسيف، ده انا هخش بقى بايه؟ بهاي بالس سترويد مثلا، ممكن دي بالس اندكسان. غير عيان الكرياتين بتاعه 1.9. بروتونوريا، عيان ما فيش بروتونوريا، عيان عنده جرام، عنده 2 جرام، عنده 10 جرام، عنده 20 جرام بروتونوريا. ده هيواكبه اجريسيف تريتمنت. عيان جاب نيفريتك سيدمنت اجريسيف تريتمنت. عيان هايبرتنشن ديفيكالت تو كنترول، كان نورمال ضغطه كويس، كان بياخد 1 دراج بقى بياخد 3 4 ومش عارف يظبطه، ده معناها ان الديزيز از اكتيف. ده مش كده وبس، انا ببص على الاكسترا رينال مانيفيستيشن او سيستميك ديزيز، يعني عن مثلا لوبوس جاي في راش مايالجيا ارثرالجيا، عيان فاسكولايتس لقيت فيه جانجرين في التيب اوف فينجر. فكلينيكال ماركر اكسترا رينال مانيفيستيشن اوف اكتيف ديزيز بحطها في حساباتي. سيرولوجي اشوف مثلا انكا نيجاتيف ولا بوزيتيف، بي وسي انكا والتايتر بتاعهم اخباره ايه، الاي ان اي والان دبل ستراند والسي 3 والسي 4، كل ده لابوراتوري. يبقى انا عندي لابوراتوري، عندي كلينيكال، وعندي هيستولوجيك ماركر زي مثلا ايه نيكروتايزنج ليجن. نيكروتايز الجميل والفلاس، هنخش بالس استرويد، ممكن بالس اندوكسان كمان، سيلر كريسنت هدي بالس استرويد برضو خش باندوكسان، بروليفيرتيف ليجن، امين ديبوزيت، كابيلاري ثرومباي في عين اللوبوس، او اكيوت اكتيف تيب انترستيشن انفلاميشن. كل ده بقدر اوزن نفسي، انا اكتيف ليجن يبقى هدي اكتيف تريتمنت، بس ده لوحده مش كافي. اكتيف فيري اكتيف very serious condition، بناء عليه بخش بالأسلحة، التسليح في جيبي الأرمامنتاريوم، التسليح أنا في جيبي أسلحة كتير أو ممكن أستخدمها، بس حكمة على قد ما ديز أكتف على قد ما تبقى أنت أجريسيف. ده الباثولوجي والكلينيكال في إزاي أتعامل مع ديز أكتف. طب في كرونيسيتي ماركر which indicate less active treatment، انا بقى ايه لقيت عندها كرونيك، ده كل امور كرونيك، ما فيش داعي اجريسيف تريتمنت. لان اجريسيف تريتمنت means حاجتين غير الكوست اوف تريتمنت، لا ده سايد افكت اوف تريتمنت. وهنا بتيجي الويزدم، بتقرا عينه، انا بقرا عيني واقعد احسس او اتخيل وانا بقرا الديزيرف ايه البيوبسي دي. ممكن ساعات بتاع عن جاي للاسف
انترستيشال فيبروز اجريسيف وبلمونوس كيروزس واخد بامس اندوكسان واخد ام ام اف ليه؟ ما انا عملت العينه ليه؟ وهي مره ثانيه انت عيان سينر كريسنت ونيكروزس واخد كورتيزون 20 ملي جرام واميران قرص ما ينفعش. اجريسيف ابقى اجريسيف كل ما يزيد بتزود حراره الرياكشن. والعكس صحيح كل ما يبقى الديز كرونيك انقص الايه التريت بتاعه عشان افادى السايد افكت او ان نيدد سايد افكت بجرعات عاليه. فده الكرونيستي ماركر ده انديكيت ليس اكتف تريتمنت زي مثلا سمول دوز اوف استرويد على استحياء 20 ملي جرام بريدنيزولون مثلا مش هاد ايميران ولا هاد سكسيت ولا هاد اندوكسان مثلا. انما لازم ادي سبورتيف تريتمنت لازم اي هاف تو كنترول بلاد بريشر. ليه؟ لان في سام ريمينينج كيدني فانكشن سام ريمينينج كيدني تيشو وبرضه تو عشان تو جارد اجينست اكسترا رينال كومبليكيشن لازم اكنترول بلاد بريشر. الاس والارب زي ما احنا عارفين ده لها انتي بروتينوريك افكت ولها اكشن على تي جي اف بيتا ممكن تنقص انترستيشال فايبروزس وتيبيولار اتروفي. الستاتين مش هي استرويد مش عشان الكوليسترول بس لها انتي انفلاماتوري افكت على الكيدني تيشو ولها انتي فايبروتيك افكت فمفيده ممكن اديها. الالدوسترون انتاجونست الدكتون سبيرونولاكتون ده مهم لان انتي بروتينوريك انتي فايبروتيك افكت ممكن نديه بس عينك على البوتاسيوم. الاسيد بيز بالانسم كنترول اسيد بيز ده مهم جدا على الكيدني فانكشن على البون على المايوكارديوم مهم انك تظبط الاسيد بيز. ممكن لو في الكترولايت ديس اوردرز لان ده ممكن في نفسها تاجريفيت الكيدني دامج ولها افكت تاني على الهارت وعلى المسل عن هايبوكالسيميا هايبرفوسفاتيميا عن هايبركاليميا هايبوكاليميا. You have to control this for the sake of the kidney and extra renal tissue زي المسل والهارت والبرين. الانيميا treatment of anemia correction of anemia will help the kidney will help the heart will help the brain the general condition of the patient. إذن عيان في كورونيسيتي ماركر عالية بقى less aggressive treatment إنما full supportive treatment. طب إيه هي العلامات of clinical parameters اللي بتقول ده chronic stigmata of advanced CKD زي عن جاي بي pale anemic muscle wastage, poor appetite, nausea, ما خلاص. عيان ما فيش في أي manifestation of the مثلا lupus ما فيش في أي activity of extrarenal lupus. بقى ده chronic. عيان في الهيستولوجي لقيت معظم الجلوميرولاي are sclerotic. لقيت الانترستيشال فايبر لقيت في كريسنت بس كلها فايبرس كريسنت. لقيت في ماركت انترستيشال فايبروز اند تيوبولار اتروفي. ده عيان لازم اخش بسبورتيف تريتمنت بس. واذا كان بياخد جرعات كبيره ابتدي اعمل وزدرول للامين سبريسيف دراجز. اعتقد كده ايه احنا خدنا الباثولوجي وهضمناها مع الكلينيكال وقدرنا مش نعرف الدياجنوز بس والاكسبكت الاوتكم وبلان التريتمنت. كده اعتقد ان انا وصلت لاخر شريحه. واخر شريحه يمكن انت تقول يا دكتور صبح حاطط صوره ايه جد ومعاه حفيده في حديقه الجامعه. لا انا بوصلها مش كده. انا بوصلها لحاجه تانية. انسى ان ده حفيدي انسى ان ده دكتور صبح. لا انا ببعت لكم مسج كاجيال. زي ما قلت انا ببص ان ده الطفل ده هو مستقبل بتاع بلدنا. بصوا ان ده مستقبل. يا ريت يكون كل مستقبل بلدنا زي الطفل ده. ما هو واضح في ابتسامه بصه لفوق. طب وبعدين الكبير ده الجيل الكبير اللي معاكم اللي بذل جهد جامد عشان هو يبقى كويس علميا قاعد يذاكر ويقرا ويجتهد يعالج العينين ويعلم الشباب الصغير. ده الجيل القديم اللي بذل جهد كبير عشان يخدم بلده والبيئه بتاعته كويس. بين الاثنين هم انتوا الحاضر. الحاضر اللي هو الجيل ده بيحاول يساعده
يكون أقوى ما يمكن عشان بلدنا تكون أحسن ما يمكن والمجتمع الطبي يكون أحسن ما يمكن. ده أنتوا حاضر بس زي ما الجيل ده تعب وده كل يقدر عليه بحيث أنتوا تكونوا أحسن منه حتى بيوصيكوا على الجيل ده إن الجيل ده هو مستقبل بلدنا كلنا. اتعلمت علم إن معاك صغير وكبره حتى لو بقى أكبر منك ده لصالحك. أوف. في الآخر ربنا هيكرمك لما تعمل كده. زي ما أنت بتكبر تخدم بلدك كبر الصغيرين اللي معاك عشان مستقبل بلدنا يكون أحسن ما يكون. وده ما أتمناه ونصحت ليك. لو بقيت مخلص في إنك تتعلم وتعلم ربنا يكرمك وحياتك هيبقى فيها بركة إن شاء الله. وشكرا. طبعا انا مش لاقي كلام اعبر بيه عن عن امتناني لاستاذنا الفاضل الدكتور محمد صبح. يعني النهايه كانت نهايه جامده جدا. يعني انا عاوز اقول ان قسم الطبيب في مساحه ان الواحد بيقسم انه بيقسم بالله انه لازم يعلم الاصغر منه وان الاصغر لازم يحترم الاكبر منه. فزي ما حضرتك اخترت عنوان ان الكيدن بايوبسي الباك بون اوف كلينيكال نيفرولوجي اعتقد حضرتك كنت الباك بون بتاعنا ومن غير اللي حضرتك عملته واكيد الناس اللي انت اتعلمت منهم ما كانش ابدا نقدر نتعلم حاجه. فده حضرتك بتحملنا امانه والامانه دي لابد تمشي ان شاء الله. واتبسطت جدا لما لقيت الامريكان كولج اوف فيزيشن حاطين في كتاب الإيثكس أوف فيزيشن إن كلمة دكتور يعني جاء مشتقة من كلمة اسمها to do sir يعني to teach. فأنا عشان أبقى دكتور لازم أمعلم وأعلم بقى نفسي أعلم زميلي أعلم الأصغر أعلم الأكبر أعلم المريض لأن الطب الجديد كله والبيشنت يبقى معنا في الحدث. أعتقد المحاضرة بتاع النهاردة محاضرة من المحاضرات القيمة جدا. أنا تابعتها على من الكمبيوتر التاني ولقيت ان رغم ان حضرتك ما خدتش وقت في الايمين فلوريسنس انتربريتيشن الا انه كان يعني كريستال كلير فيري سمبل وهو التميز هو في السمبلستي فسمبل بس فيري كلير ومسج واضحه تماما. وان احنا اذا كنا بنقول ان البايوبسي هي الباك بون اوف كلينيكال نيفرولوجي فلازم احطها في مكانها الصحيح ات از انديكيتد. وزي ما قلنا ان هو ممكن يعني تساعد في الديسيجن ميكنج وفي مين سبريسيف دراجز وفي نفس الوقت او الدياجنوز بشكل عام وبعدين ممكن تدي بروجنوستيك فاليو. اما بعملها وانا مستني منها بروجنوستيك كرونيسيتي بشرح للبيشنت هذا الكلام يبقى لازم البيشنت يبقى معايا اون بورد عشان تبقى الكونسنت انفورمد كونسنت. انا مش عارف اشرح حضرتك ازاي. ان شاء الله الحلقه الجايه هنبقى مع حضرتك في الموضوع القادم ان شاء الله واسيب لحضرتك طبعا ايه وقت تفكر بالموضوع الجاي بايه. ما اتناقش معاك شكرا ان شاء الله ان شاء الله. يعني في نهايه هذه الحلقه باسم الدكاتره اللي معانا والناس اللي هيسمعوا الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب بشكر استاذنا العالم العلامه استاذ الدكتور محمد صبح وان شاء الله دايما معاه على علم وبنتعلم كل حاجه. وعاوز اقول لحضرتك ان الشريحه الاخيره ديت فيها لوحدها ده محاضره اهم من اهم مرينا بايوبسي. ربنا يبارك لك في عبد الرحمن في الحفيد ويبارك في الجد ويبارك فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.